باش نشري شي تا ولدي مالك دبي عليك. واش عندك شي وليدات بعدا ولا ما عندكش؟ عندي واحد البنية حتى هي مريض ليها الراجل وما في حالهاش. الله يسهل العون. هنا بلاصة في الرباط كتسكن هنا في البلاصة؟ ها كنسكن في التمارة. مالا كارية ولا شارية؟ ما كاريه ما شاريه مازال ما شريتو العاد النمرة ديالك؟ والله. واه النمرة ديالي هادي والله ولدي ما عندي باش نشريه والله القسم اللازم. بنية وحدة اللي عندك ياك؟ بنية وحدة بنية وحدة واخا ما يمشي ويكون خير. شوف ها بلا ما النمرة بلا ما تعطيها شي واحد كاع، لحقاش انا معيط على واحد السيدة من العائلة هاي في هاولي. بعيد. انا غادي نعيط عليك ان شاء الله في هذه السيمانه هذه، وهاد النمره بلا ما تعطيها شي واحد الله يجازيك غادي توصل لك واحد الامانه لعندك. واخا الله يا يكون مودي بعين. واخا المهم يكون خير ان شاء الله، ما خصك حتى حاجه من غير هادشي من غير العيد. العيد اللي غادي وما خفى عليك السيارة والله ولدي. لا الدواء حاجاك ديال السكر قتلني. واخا المهم يكون خير ان شاء الله. اي والله بني وحده اللي عندك خدامه ولا ما خداماش؟ ما خدامة غير في الديرة ولدي ما نكذب عليك. واخا مرحبا مودي. شوف فاش غادي نعيط عليك الامان غادي يجيبها لك السيد تاع عندك، واخ الله يرحم لك الوالدين ما تعطيها لشي حد. والله ولدي ما نعطيها لشي حد. يلا الله يجازيك بخير يا مودي، الله يحفظك. الله يحفظك ولدي. الله يسهل عليك. مرحبا، الله يسهل عليك ويعطيك شي حاجه ان شاء الله. ربي انا يعني. مازال غادي نفوت العدد. اتونسيون على لا، مازال غيفوت حتى لعندك، دير يا اتونسيون لا شي كبده تمشي. باش الناس يكونوا قرابين ليهم ويشوفوا عندنا تسلعه مليحه ان شاء الله. كاين هذا الغليظ اللي تبارك الله شي حاجه ملكيه. هذه غلم ديال لانوك كلها لانوك كلها لانوك كلها لانوك. ولكن الناس هنا دابا حاليا كيقول لك موجهه للعيد. موجهه للعيد العشاقه، الناس اللي باغيين كاليتي مليحه واللي باغيين شي حاجه زوينه غيلقاو عندنا ان شاء الله. كتبيع انت دابا حيت سلعه لانوك ما كتبيعش للعيد، اغلبيتها كتباع مع هنا. حنا غنبيعوها مع هنا وغنديروا ثمن اللي هو مناسب احسن من دوك الثمنات اللي تسمعوا اللي تي هذا. غنديروا ثمن كيسكيم قدية كما سابا 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 با كما سابا سابا با ها سابا 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 با كيف تيف كيف تيفو كيف تيفو كيف تيفو ويو نو ثمنات مناسبين. واللي بغى يدخل اللي بغى يدخل كيلو تما تبيعش كيلو ولكن يقل. ولكن ما غاديش يشوف الحولي نبيعوا الكيلو نبيعوا لكل شيء. حولي تبارك الله واكل واكل على الفنقي واكل داك الشيء. مرحبا بالناس ديالو الله يكثر خير. يعني دابا حاليا قلتي تف تقريبا اللي بغى يدخل الكيلو تخرج. والحمد لله سي سعيد انت راك حريفي تبارك الله راك شي سلعه كيفاش دايره. واه تبارك الله هاد الدار ديالك. تخرج اخويا تخرجك من تما العين حرودة نيشان ان شاء الله. بالنسبه للعلف شنو كتقول؟ بالنسبه للعلف اخويا كنعطيو شويه ديال البيستاش شويه ديال البزق ديال الدجاج شويه ديال اللوز شويه ديال الكركاع كنخلطوا لهم شويه ديال الغالي وشويه ديال الرخيص ما نخليهمش بلاش وما نحرموهمش. الف سيدي تنعطيو العلف بيو تنعطيو العلف بلدي شعير الذرة خرطال فارينة تنعطيو داك العلف اللي ما تيديرش الشحمه تيخير غير اللحم. وانت تشوف السي سعيد الحولي كيفاش داير الحولي غير اللحم الحمد لله ما كاينش ما نحتاجش نهضر بزاف راه المتابعين الحمد لله المغاربه راه ولاو عشاق وذواق وعارفين شنو كاين. يعني هذه السلعه موجهه ونسيت يا خويا ما قلتيش ليهم عشاق وذواق ما قلتيش ليهم قلبي في ضواحي حسون يعني الناس عطيناهم الصح والدق. مرحبا بهم حد السؤال الناس دابا ما بقاوش يمشيو للبروج عندنا السلعه احسن من ديال البروج واقيلا السي سعيد. واش غنقول لك كل واحد وفين كيمشي ولكن ما عندي ما نسالك يعني السلعه كاليتي صراحه كاينه انا كنهضروا على في الحجم السلعه كاليتي ما نذكروش عليها والجميل في الامر انك وفقتي حتى من العلف يعني العلف طبيعي جدا مع الفصه ما عندي ما نسالك وقلتي كاين هذا العدد تبارك الله وكاين جدا 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 ركزوا على جدا موجوده سي سعيد انت غتشوفها نمشيو نشوفوها. مرحبا سي سعيد. بالنسبه للوكاليزاسيون غادي فقط الانسان اللي بغى يعرف المعلومات وبغى يقتني من عندك شي حاجه قريب لحد السوالم قريب لحد السوالم تات بالليل دار العوجه. ما تنسوش ملي تكونوا جايين معكم عمرو جيابكم مزيان 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 الفلوس 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 عندكم تجيو بلاش ولا تقولوا لي غنعطيكم غير العربون وما غاديش تكملوه. انتم سيادنا والله ما نكذبوا عليكم وما تسالوني حلو فانتم كتشوفوا العلف امام عيونكم قدام عينيكم رانا نعطيهم الفصه ونعطيهم الشعير ونعطيهم فارينه ونعطيهم حتى اللوز والبيستاج ولكن من ورا داركم والله سيدي ما كاين على البزق والله سيدي ما كاين على السكالم تيكلم والله سيدي ما تاكل عا المريحه
وفي الاخر جربهم في واحد السطل ديال الماء، ماشي سطل، وحتى السطل ما نخسرهمش عليهم، ما كاين على الشارج ولوح البازار يشرب شرب شرب تيشبع. يلا واجي تفرج. مولف كنشوف هاد الجمال يعني، ماشي تبهرت من ناحيه انني ما شايفش هادشي، الحمد لله كنشوف هاد الجماليه وكنشوفها بالمسكين، ولكن الجميل هو انه لقيتها كاينه حتى في حد السوالم، يعني الحمد لله انا بشرى الناس لحد السوالم عندكم هاد الخيرات. العلف اللي كتاكل هذه كتاكل هذه المصحه الفوق سعداتكم بهاد الخير هذا تبارك الله. هذه حتى هي موجهه عيد الاضحى للفئه المتوسطه. اي على الفئه المتوسطه اللي غادي يتابعونا ويبغيو يضحيو عندك، اش غتقول لهم؟ مرحبا بيوم السي سعيد، وانت شتي العلف عندنا كيفاش داير، وشتي السلعه كيفاش دايره، واللي جا من طرفك مرحبا بها السي سعيد. بالنسبه لك يقتني شي حاجه كتبقى حتى للعيد؟ حتى تبقى حتى للعيد اكزاكتلي. والتعويضات اي مالنا خويا التعويضات عندنا الخيريه، واللي ما تشي الله يرحمه ويمشي يشري وحده اخرى، مالنا حنايا مع الدرويش ولا مع اللي شبعان اللي مات الله يرحمه شلوحوها ويجي يشري وحده اخرى. من صريحنا حنا نبيعو جوج لواحد ماشي وحده لواحد، وكنمشيو شويه السوق، راه البهيمات عندنا ما كاينش اللي يديهم وعلى قد الحال، وحنا على قد الحال اصحيبي مالنا. واه ايوا زيد زيد كمل الشريف زيد، انا ما عرفناش نديرو كيفاش تعودات يعني. والضيعه هذا معروف انه حاليا الا قدر الله وقع لحولي شي حاجه، لا الله يستر لو وقع شي حاجه، ولا عيد هذا اللي وقعت لي شي حاجه يجي عندنا ياخذ اي حاجه مرحبا بها سي سعيد تبارك الله. العيد هذا حنا ما غاديش نخسروا الناس ولا نخليهم كاين ولا شي حاجه، خاصو يعيد 12 ايه حيد 12 ان شاء الله ويجي عندنا العام واحد اخر ان شاء الله. هذا هو الجميل الله شي حاجه اللي من المتناول الجميل حضروا ديك شي حاجه اللي شرى شي حاجه يجيب عندو الحمد لله رولات عاد عندو شي حاجه باش ما تبقاش لها شي حاجه ويمشي ياخذ شي حاجه. الله يبارك. الجميل في الامر اخويا كاينه التقليبه، والتقليبه انت سي سعيد راك حريفي تبارك الله، انت تشوف بعينيك. لا كاينه التقليبه تبارك الله، والسلعه نقيه الله يعطيك الصحه. كاينه التقليبه والتقوليبه خويا طارق، كنشكروك فتحتي لينا الباب. مرحبا بك سي سعيد. فيديو خفيف ظريف فيه سلعة من قلب حد السوالم، شفنا كلشي هضر على الزيادة وحتى شي واحد ما هضر على النقصان. شد لي هاد البوطة عبرها ليا. هاد البوطة عندنا 12 في الطارة و 12 في الغاز، إذا خاص تكون فيها 24 كيلو. حنا دابا غادي نعبروها وغادي نحطوها فوق الميزان. البوطة ونحنا قدام اليوماتية 3 كيلو 4 كيلو. إذا كانت الناس هضرات على الزيادة اللي جات في السيادة الهمني ماشي معقول، وكنقولها على وكنأكدها على أنه القرار كيف ما كان هذا القرار يجب اختيار السياق والزمن، لا القرار مزيان ديال الزيادة ولا اختيار الزمن أيضا كان مزيان. وهانتوما كتشوفوا زدنا 10 درهم والبوطه خاويه، ما فيها 3 كيلو 4 كيلو 2 كيلو ونص خاويين. اذا هاد الزياده علاش؟ هاد الزياده راه تزادت للاسف الشديد في ظهر الفقراء. باش تعطي الدعم ل 3 المليون مغربي راه هرستي اقرب من 20 مليون، اكثر من 20 مليون مغربي اخر. بدل ما تبدادعوا الحلول وتشوفوا فين تجيبوا هاد الدعم هذا وتخرجوا له الفلوس، وكاينه مجموعه من الطرق ومجموعه من الوسائل الانجع والاحسن من اسهل طريقه اللي هي جيوب المواطنين وجيوب الفقراء وجيوب الطبقة المتوسطة اللي ماتلات متوسطة، كتمشوا دائما للحل الأسهل وهو الجيب ديال الفقير. يا سيدي عندك الحلول، عندك الضريبة على الثروة. اش كدير اخويا؟ خويا حاط واحد براد داشي كيتشحر في الشمس وزر حطو في البوطة. اخويا البوطة كدير 40 درهم اليوم، الصبحة دايرة 50 درهم، واخا نشرب مخضر ما نشريش البوطة.